ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد عضو تحالف القرار العراقي عن المشروع العربي الدكتور همام الشماع. أهلا بك دكتور همام. أهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا تفرغ الشيخ خميس الخنجر للعمل السياسي وأعلن تخليه عن أي موقع نيابي، كيف تقرأ ذلك؟ في الواقع يعني وخلال التجربة الماضية كان التكالب على المواقع النيابية أهداف شخصية أكثر مما تكون أهداف وطنية، وأمين عام المشروع العربي يعني أبدى نوع من الحرص الكبير على أن يظهر للمجتمع العراقي بأنه بعيد جدا عن المكاسب الشخصية، وبالتالي فإنه ممكن أن يقود عملية سياسية نظيفة باعتباره رجل أعمال يمتلك الثروة وليس بحاجة إلى تحقيق مصالح مالية أو سياسية عبر السلطة وعبر المراكز النيابية. نحن بأمس الحاجة اليوم أن تكون المواقع النيابية بعيدة عن المصالح الشخصية، المصالح المادية التي جعلت الفساد هو المعضلة الأساسية الكبرى التي يعاني منها البلد والتي أدت إلى ضياع الأموال. وبالتالي ومن هذا المنطلق يعني الأمين العام للمشروع العربي يستطيع أن يطرح برنامجا اقتصاديا لجعل العراق قوة اقتصادية كبرى، لأن العراق يمتلك الإمكانات التي لم تستثمر في الماضي بشكل صحيح لصالح الشعب العراقي. في هذه النقطة تحديدا دكتور همام، هل هذا بالتالي سيمنح عراب المشروع العربي حرية أكبر عربيا كذلك دوليا بالنظر إلى العلاقات الطيبة والجيدة التي يتمتع بها والقبول أيضا عربيا ودوليا لخدمة العراق لتوظيف يعني ذلك في خدمة أهله كما أكد في كلمته؟ نعم أستطيع أن أقول وبمنتهى الثقة بأن الأوساط الدولية مهتمة جدا بالأمين العام للمشروع العربي بخطواته، وبالتالي عبروا لي اليوم في ملتقى سياسي بعض الدبلوماسيين المهمين في العراق، عبروا لي عن اعتزازهم بالسيد الخنجر وأرسلوا من خلالي التحيات له، وأكدوا بأن العراق يعني يجب أن يستقر بشكل توازني بين القوى السياسية، وثقتهم عالية بأن الأيدي النظيفة يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل في مستقبل العراق. نعم، في مستقبل العراق، نتائج أفضل في مستقبل العراق. أيضا كلمة الشيخ الخنجر تضمنت مجموعة من الشروط فيما يتعلق بإرساء دولة العدالة والمواطنة كذلك المساواة، يعني لو تفصل لنا قليلا تلك الرؤية التي طرحت في الكلمة. أنا أعتقد ومن وجهة نظري أن دولة العدالة والمساواة يمكن أن تتحقق من مستوى الرفاه وليس من مستوى الفقر الحالي. يعني نحن لا نريد أن نوزع الفقر بشكل عادل، ولكننا نريد أن نوزع الثراء والرفاه بشكل عادل، وأعتقد أن الأمين العام للمشروع العربي الشيخ خميس هو أول من يدرك بأن دولة العدالة والمساواة هي دولة تقوم على التقدم الاقتصادي وعلى بناء دولة قوية باقتصاد قوي وباستثمار الطاقات والعقول الاقتصادية التي يمكن أن تبني هذه الدولة القائمة على العدل والمساواة. إذن العدل والمساواة هو عدل الرفاه والخير للجميع. نعم. في ظل الفقر الحالي عندما يعيش 33% من شعب العراق تحت خط الفقر،
نحن لا نريد أن نوزع هذا الفقر بالتساوي. نعم. نحن نريد أن نوزع الثروة بالتساوي. طيب. التقدم بالتساوي، الخير والرفاه بالتساوي بين أبناء الشعب العراقي. وبالتالي يعني أي مؤسسة رصينة، أي دولة دولة مؤسسات رصينة، يجب أن تقوم على مبدأ النمو والتقدم الاقتصادي. بالإضافة إلى ما تفضلت به. نعم. دكتور همام، هناك أيضا نقطة أثارها الشيخ الخنجر تتعلق بزج الطاقات الشابة إلى جانب يعني النخب العقول في بناء دولة المؤسسات، في بناء دولة العدالة والمساواة، كذلك المواطنة. هذا يفسر بالتالي يعني حجم الطاقات الشابة التي زج بها المشروع العربي كمرشحين عنه في الانتخابات المقبلة ضمن تحالف القرار العراقي. لو تحدثنا أيضا عن ذلك الدور في المرحلة المقبلة لو سمحت. نعم، في الواقع يعني ليس الشيوخ وحدهم أو خبرة الشيوخ هي التي تبني، ولكن طموح الشباب يعني يجب أن نضعه دائما فوق كل اعتبار، ويجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار عند رسم السياسات، لأن خبرة وتأني الشيوخ من أمثالي قد تكون معوقة أحيانا إذا لم توازنها اندفاع الشباب وطاقاتهم الخلاقة. نحن نأمل بأن تكون العملية السياسية قائمة على كفتي الخبرة والطاقات والدماء الجديدة، وهذا ما يسعى له المشروع العربي من خلال المزج بين هذين العنصرين الأساسيين في التطور والازدهار. نعم. بل فيكم كل الخير دكتور همام وكذلك البركة. الدكتور همام الشماع عضو تحالف القرار العراقي عن المشروع العربي، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة العراقية بغداد.